السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ هيدا يلي عم نشربه اكيد عرفتو، الشمندر يلي سلقناه سوا. شوفوا ما اجمله ما شاء الله، شوفوا هاللون. هيدا الحب بيجنن عن جد، طعمه مثل السكر. سكر قولي الشمندر يعني بيعمل سكر، وفي كتير الشمندر الابيض بيعملوا منه سكر، بس هيدا طعمته روعة، نكهته روعة. شوف ما انظر ما اجمله، ولا هيدا المشروبات الكولا والبيبسي وما بعرف شو. انا قولي ما بشربهم الحمد لله. شوف المنظر، تحس حالك هيك عم تشرب توت، عم تشرب تمر هندي، خروب، يعني ابدا. بتحط الكباية لهون وبتكمليها مي. وهيدا الحب مثل القطر عن جد، طعمته ولا اروع. صراحة بهالشوب عم ضيف ضيوفي كمان، هيك نفسه عم ضيف. امبارح اجت خالتي عندي شربتها منه، قلت لها نوري وجهك شوي خليه هيك يصير كله احمر. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اعطانا نعم بهالدنيا. مسقعة الحمد لله رب العالمين على كل شيء. بفرجيكم انا اليوم بعدني جاي من السوق، قلت بدي اشرب قهوة، فحسيت انه الشمس، شايفين الشمس كيف ضاربة على الشباك، فقلت خلص ما بقى القهوة مناسبة، قلت خليني بورد حالي. ضبطت الأغراض يلي اشتريتها، وقلت خليني ضبط كل هالأغراض. وجايبي شايفين هولي، هيدا لبن، لبن تركي للطبخ، هيدا اسمه الكل يعني يلي هون بيعرف انه هيدا الاسم الماركة، هيدي افضل ماركة للطبخ، لطبخ الكبة يعني او الشوشبرك. فاليوم انا رح اعمل كبة بلبن هيدا، فقلت خليني اشرب هون ومزمز وغذي حالي شوي. بحق لي اليوم من غير شر ما في حدا بالبيت، بحق لي هيك شوي اخذ نفسي شوي. جاي من برا من السوق، ضبطت الاغراض وقلت بشربهم وببلش دغري بطبخ باللبن. الشوشبرك قال لي الشوشبرك نو، شو اسمه الكبي بلبن اكيد بتعرفوه، انا طبختها بالصفحة يعني عدة مرات. فراح فرجيكم الورد هيدا اللي شايفينه، هيدا شو هيدا شو مبين عارفين ايه. راح فرجيكم شو هيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا الجمال، جمال طبيعي رباني سبحان الله. شوفوا هاللون، لون ما شاء الله، هدول اشتريتهم. شوفوا هاللون الابيض، مش ابيض كابتشينو هيك، لا مش كابتشينو، هيك بلون هيك بلون الموز تقريبا. ما بحب اقول شمبانيا لانه كلمه مش بهاللون، يعني كتير حلو لونه. شوفوا قلبه كيف بيجي وبتتمدد هيك، كتير حلو. شوفوا البيبي الوردي هون، في عندهم كتير ورد طالع. هيدي كمان، هيدي ما شاء الله لونها بجنن على فكره. على الحقيقه كمان اللون اجمل من هيك بعد، في لون الاصفر، شوفوا شو حلو. بس هيدي الوردي نقيت انا وحدي، لما ظهرت من المحل انتبهت اني منقي وحدي وردتها، كاني منتهية يعني، كانت كبراني، بس مش مشكلة. في بيبيهات كتير بيطلعوا، شوفوا الجمال ما شاء الله. والاحمر، الاحمر الاحمر، عارفين الهيدا الاحمر ما شاء الله، عن جد كتير حلوين الوردات، بيزغزلوا نظر يلي بيمرقوا من حدهم، لازم يشتري يعني غصب عنه بدهم يشتري. شوفوا هيدا اللون، هيدا اللون احلى لون، انا حبيته. والابيض كمان بحبه، انا قولي اذا سالتوني اجمل لون بحبه بقول الابيض، وكل شيء حتى باللبس الابيض. هيدا اللون هيك الورد كتير حلو، حتى بقات الورد يلي فيها هيدا اللون بتبقى الورد كتير كتير حلو ومميز. الاحمر كمان ما اشوف شيء، الاصفر حلو لما ينحطوا مع بعضهم هيك
بيطلعوا يكبروا، ان شاء الله يكبروا ما يموتوا، بيطلعوا حلوين. شايفين هو البيبيهات الوردات كتير حلوين. انا قولي صورت مطرح ما كانوا، المطرح ما اشتريته، حبيتهم لابقين لقعد اليوم. بعدني ما بلشت بالطبخ، هيدا الخوف بدي جبته كمان لكم، منظره شو حلو شهي. بسم الله. ما يكون في شوب هيك وشي براد كل شي نضيف حواليك، بتحسي هيك براحة نفسية، تكوني جاي من الشوب برا هيك شمس، بتيجي هيك ترتاحي نفسيا، بتغيري تيابك، بتغسلي، ضبط بغراضك، تلاقي كل شي حلو، حتى بتحسوا براحة نفسية غريبة. سبحان الله. بتعرفوا انه انا ما بحب كتير الحلويات ابدا يلي من برا، يعني المشترى ما كتير، يعني اذا بضطر اوكي بكلها، بس انا بفضل كل شي طبيعي والحلوى اللي انا بعمله، حتى العصير بحب يلي انا بعمله، بحب كل شي طبيعي، حتى هيدا الخشب طبيعي، الطاولة الطبلية، يا ربي هيدي شو بتقولوا لها طبلية، هيدا اللبن هيدا اللبن الماركة هي من اهم انا يعني يلي شفتها اكتر وحدة، اذا بدكم تطبخوا كنتوا برا يعني وبدكم تطبخوا لبن، هيدي هي افضل وحدة لطبخ اللبن. اولا اللبن سميك، لما هلا بدي افتح وفرجيكم اللبن سميك، ثانيا ما فيه نشا كتير، يعني امرار هيك بتدوقي اللبن بتحسوا انه اللبن فيه نشا، يعني بتحسوا مش عم تاكلوا لبن، عم تاكلوا نشا، بس هيدا لا، عن جد لبن كتير منيح، وما بتحتاجي انك تحطي نشا، بس انا بحط كمان ملعقه نشا كرمال يقعد، لانه بحب اللبن يكون خفيف. فتحته، شوفوا شايفين الوجه ما شاء الله، تحسي انه شايفين يعني دسم دسم، شوف سبحان الله، بتقولوا لبني منه لبن، يعني هيدا كل سطل بحط له سطل معه مي، او في ناس بتحط حليب، انا صراحه ما بحط حليب، بحط مي، يعني بخففه بمي تقريبا، بقفي لانه انا بحبها خفيفه، بحط يعني مش مليانه مي، بحط يعني تقريبا هون 3 ارباع احسن شيء، لانه اللبن جامد 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 مثل اللبنه تقريبا، يعني شوف حملته من السوق وكان بالسياره، يعني سيارة درجة الحرارة برا، شوف قدي وقدي صار له، يعني من شي 3 ساعات يعني بريت المحل وكان بالسيارة سخن، وبعده ما شاء الله جامد، عن جد هيدا اللبن كتير منيح وبيمد، يعني بتحطي له مي بتحسي انه بيمد، انا غير اي لبن صراحة اكلت منه. طيب طيب، طعمته هيك مش حامض ومش مالح، يعني بتحسوه هيك مثل الكريم هيك، يعني جد طيب مميز لطبخ اللبن، بتحسوا حتى الطبخ بيطلع فيه طيب، بتحسوا اكنكم طابخين بكريمة. دق الباب، طفيت على الكاميرا، بدي اقوم بلش اطبخ، بتمنى لكم يوم ان شاء الله ما يكون حلو، عن جد ما جربوها هيدي الطبخة، شو بيقولوا لها الطبخة؟ لا انا مش الطبخة، يلا الطبخة.
مو كل شي طبق. الشمندر جد بجنن، حتى إذا ضيفتوه للضيوف أحسن من ما تضيفون الكولا والفانتا والبيبسي والقصص هيدي اللي بت أصلا مضرة للصحة ومش منيحة أبدا. والعصائر هيدي اللي بالبرادات كمان نص سكر أصلا، وألوان منا طبيعية، مش طبيعية الألوان اللي يعني بيحطوها، يعني حتى النكهات مش طبيعية. بحطولك إنه حاطين مانجا بس هي منا مانجا أبدا، بحطوا نكهة منكهات، بحطوا ألوان مش طبيعية مضرة للصحة. كل شي طبيعي حلو. شوفوا اللون سبحان الله مع التلج كتير حلو. أنا اليوم حاسة هيك سبحان الله براحة نفسية. بس هلأ بس بلش أطبخ اللبن أكيد راح أتعب، بس لازم أطبخ. اوكي حبيب قلبي، بشوفكم ان شاء الله، يا رب تضلكم بصحة وبخير وبعافية يا رب، والله يرزقكم ويرزق الجميع، وبحبكم كتير، وباي باي. Thank you.